بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يؤكد على أهمية المحبة التي منحنا إياها يسوع المسيح. بطريرك السريان الكاثوليك أغناطيوس يختتم زيارة رسمية ورعوية للأردن. الكنائس الأردنية تحتفل بعيد يسوع الملك. وفي نشرتنا أيضاً بازار الرحمة الخامس في جمعية آل النبر بعمان الجمعة القادمة. أهلاً بكم. كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية القادمين من الأردن وسوريا والعراق والشرق الأوسط، حيث تحدث البابا فرانسيس عن زيارته الرسولية إلى تايلاند واليابان، مؤكداً أيضاً على أهمية المحبة التي منحنا إياها يسوع المسيح وما زال يمنحنا إياها. وقال قداسته: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا، وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. بعد زيارته الرسولية إلى تايلاند واليابان، أشاد البابا بالتقاليد الروحية والثقافية الغنية للشعب التايلاندي والجهود المبذولة من أجل التوافق والاحترام المتبادل بين مختلف مكوناته في سبيل خير الأمة، كما وأشاد بشهادة الكنيسة التي تظهر من خلال أعمال الخدمة للمرضى والمهمشين. وفي اليابان رأى قداسة البابا التحدي الموجود أمام الأساقفة في كونهم رعاة لكنيسة صغيرة جداً لكنها مصدر للماء الحي لإنجيل الرب يسوع. ومن هذا البلد الذي يحمل جراح القصف الذري شدد على أهمية حماية كل حياة وعلى الإدانة الصارمة للأسلحة النووية وعلى إدانة نفاق التحدث عن السلام فيما يتم بناء وبيع القنابل الحربية، وأكد بالتالي على أهمية المحبة التي واجب منحها للحياة المهددة بفقدان معناها، محبة الله الآب التي منحنا إياها يسوع المسيح وما زال يمنحنا إياها. ودعا أيضاً الشباب إلى مواجهة هذا الخطر لأن يتحدوا في صد جميع أشكال التنمر وللتغلب على الخوف والانغلاق من خلال الانفتاح على حب الله عبر الصلاة وخدمة الآخرين. وفي نهاية كلمته عبر عن أمنيته بثقافة لقاء وحوار تتميز بالحكمة وباتساع الأفق. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini in lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Iraq, dalla Giordania, dal Libano e dal Medio Oriente. Matteo ci insegna che Gesù Cristo rimarrà sempre con noi tutti i giorni fino alla vita del mondo. Vi chiedo di andare avanti sempre senza paura e di portare Cristo a tutti i popoli. Il Signore cerca tutti,
vuole che tutti sentano il calore della sua misericordia e del suo amore. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من العراق ومن سوريا ومن الأردن ومن الشرق الأوسط. يعلمنا متى أن يسوع المسيح سيبقى معنا طوال الأيام إلى نهاية العالم. أدعوكم أن تنطلقوا دون خوف وأن تحملوا المسيح إلى كل الشعوب. إن الرب يبحث عن الجميع ويريد أن يشعر الجميع بدفء رحمته ومحبته. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. قام غبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الكاثوليكية في العالم بزيارة رسمية ورعوية إلى المملكة استغرقت عدة أيام. تفاصيل أوفى حول الزيارة في التقرير التالي. خلال زيارته الرسمية والرعوية للأردن، التقى غبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الكاثوليكية والوفد المرافق سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته. وخلال اللقاء تحدث غبطة البطريرك عن تاريخ الكنيسة السريانية الكاثوليكية الإنطاكية وانتشارها في مختلف البلدان شرقاً وغرباً، منوهاً إلى جذورها المسيحية الأولى. وبدوره رحب سموه بغبطة البطريرك متمنياً له زيارة ناجحة إلى الأردن. وخلال الزيارة التي استمرت 3 أيام، التقى غبطته أبناء الكنيسة السريانية الكاثوليكية في كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في الأشرفية بعمان. وبعد إقامته لصلاة الشكر، وجه غبطته كلمة أبوية شكر فيها كاهن الرعية الأب فراس دردر ومجلسها ومؤمنيها على غيرتهم الكنسية والتزامهم ومحبتهم، سائلاً الله أن يباركهم ويقويهم في عيش إيمانهم وتعلقهم بكنيستهم. ثم انتقل غبطته إلى مركز سيدة السلام طريق المطار، حيث التقى فيها شبيبة الرعية السريانية الكاثوليكية بحضور عدد كبير من الشبان والشابات. واستهل اللقاء بصلاة ترأسها غبطته تخللتها ترانيم وقراءات من الكتاب المقدس. وفي ختام اللقاء منح غبطته بركته الرسولية. وخلال زيارته إلى الأردن، قام غبطته بالعديد من الجولات الرعوية استهلها بزيارته لكنيسة مار شربل المارونية في عمان، حيث استقبله راعي الكنيسة وسط تصفيق المؤمنين وترحيبهم. بعد ذلك أقام غبطته صلاة الشكر، ثم وجه كلمة أبوية شكر فيها كاهن الرعية الأب غازي الخوري والكاهن المعاون الأب سامر زكنون. سعادتي كبيرة جدا أن أعود وأزور المملكة الهاشمية الأردنية وأطلع على أوضاع أحوال المؤمنين من إكليروس وعلمانيين أتوا إلى هذه المملكة ينشدون السلام والاستقرار والكرامة الإنسانية بعدما هجروا من العراق وسوريا. هذه الزيارة تأتي بنطاق الخدمة الرعوية والاطلاع على أوضاع أولادنا، وزيارتنا إلى هذا المقر كنيسة مار شربل هي أيضا من الخطوات التي نظمت لنا لكيما نتعرف على هذه الكنيسة وهذا المزار وعلى الخوري حضرة الخوري غازي. كما زار غبطته مطرانية اللاتين، حيث كان باستقباله المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن. وخلال اللقاء تحدث البطريرك يونان عن الأوضاع العامة في منطقة الشرق الأوسط وما تمر به بلدان عديدة من آلام وما تقوم به الكنائس لدعم الحضور المسيحي في الشرق والتخفيف من معاناة أبنائها في ظل هذه الظروف العصيبة.
وشكر غبطته المطران الشوملي على ما تقدمه الكنيسة اللاتينية من تسهيلات لرعية السريان الكاثوليك في الأردن، وقدم له لوحة تذكارية عبارة عن الصلاة الربانية والسلام الملائكي باللغة السريانية. كما احتفل غبطته بالقداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة سيدة الكرمل اللاتين في منطقة الهاشم الشمالي بعمان بمناسبة أحد بشارة مريم العذراء بالحبل بالرب يسوع، وشارك به أبناء الرعية السريانية الكاثوليكية في عمان، ومن بينهم النازحون من أبناء الكنيسة من العراق. عاون غبطته في القداس المونسنيور أفرام سمعان معاون النائب البطريركي في القدس، والأب فراس دردر كاهن الرعية السريانية الكاثوليكية في الأردن، والأب حبيب مراد القيم البطريركي العام وأمين سر البطريركية. الأحد المبارك الذي هو أحد البشارة، بشارة العذراء مريم حسب سنتنا الطقسية للسريان، جئنا لكي نزور ونتفقد رعايانا هنا في الأردن. كما تعلمين هم من النازحين من العراق بشكل خاص. الشيء اللي فينا نقوله بكل ألم وحزن، نحن ما زلنا نعيش بالدوامة، دوامة المحنة اللي حلت علينا بهالسنوات الأخيرة. الدوامة هاي نطلب من الرب اللي كرر كتير مرات وقال لا تخافوا، لا تخاف أيها القطيع الصغير، لا تخافوا أنا معكم. نطلب من الرب أنه يقوي إيماننا ويثبتنا بالرجاء ويعلمنا كيف نحس بألام الغير حتى نعيش المحبة الحقيقية. فطبعا ما فينا نحن ننكر المصاعب والتحديات اللي بتجابهنا، لكن نستمد من زمن المجيء الاستعداد لقبول الرب يسوع بتأنس الكلمة بنحشاء مريم العذراء بالروح القدس. نطلب منه أنه يخلينا دائما شعب الرجع، وأنه هالنفق المظلم اللي عم نمرق فيه ينتهي بنور الميلاد ببيت لحم، حتى نكمل شهادتنا لإله، شهادتنا للسلام للمحبة والفرح إن شاء الله. من جهة تانية، الرسالة نحو الشباب تتميز بأن الشباب هم العنصر الأكثر حيوية بالكنيسة والأكثر وعود للمستقبل، ونحن بمجابهة هالمحنة الأليمة إنه كتيرين عم بيتركوا بلدهم، أرض أجدادهم وجداتهم، وعم بينزحوا. لذلك نحن ككنيسة كرعاة كنسيين بنريد نأكد لهم للشباب إنه هن بقلوبنا، نفكر فيهم، نريد إنه هن بينجحوا بحياتهم باتكالهم على الرب. والاتكال هيدا بيعني ثقة كاملة بالرب يسوع اللي هو بيعرف يوجه حياتهم، اتكال بكل شيء عليه بالرغم من هالصعوبات اللي عم بيلاقوها، ومن ثم يسيروا مع يسوع مسيرة الرجاء حتى يقدروا بالحقيقة يعيشوا كأصدقاء يسوع، كصديقات ليسوع، بينشروا المحبة والسلام حولهم. الله يبارك فيكم وخلينا نورسات حتى تكمل رسالتها، رسالة نشر الإنجيل المقدس، بشرى الخلاص، بشرى الفرح والرجاء إن شاء الله. نعم سيدنا،
تحملت الصليب، وهذا ليس بجديد عليك، وأنت ابن التهجير القسري من عائلة مهاجرة تركت ماردين من جراء أحداث مجازر سيفو عام 1915. نعم سيدنا، وهل الصليب جديد علينا نحن أبناء الكنيسة السريانية؟ يكفينا شرفاً أن يلقبوننا بكنيسة الشهداء والشهادة. وشارك في القداس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن والمونسنيور ماورو للي القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات من مختلف الكنائس وحشود كبيرة من المؤمنين. وبمناسبة الزيارة الرعوية الأبوية لغبطة البطريرك مارغناطيوس، أقامت الرعية السريانية الكاثوليكية في عمان حفل استقبال على شرف غبطته في النادي الأرثوذكسي بعبدون. حضر الحفلة سيادة المطران ألبرتو أورتيغا مارتن السفير البابوي في الأردن والعراق ورؤساء الكنائس في الأردن وعدد من الآباء الكهنة والراهبات من مختلف الكنائس وأعضاء المجلس الرعوي. وخلال الحفل أدت فرقة من شبيبة الرعية فقرة فولكلورية تراثية نالت إعجاب الحضور. أقيمت في عدة كنائس كاثوليكية في المملكة احتفالات بعيد يسوع الملك، وذلك بمشاركة واسعة من المؤمنين. إلى المزيد. نحن هنا في شبيبة نحيا المحبة الأعظم. احتفلت شبيبة الرسل اللاتين في الزرقاء الشمالي بعيد يسوع الملك وتعيين مجلس الشبيبة الجديد لعام 2020. جاء ذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن بمشاركة كاهن الرعية الأب إياد بدر والكاهن المساعد الأب عامر جبران ومنسق شبيبة الرسل الشدياق حازم حداد وبحضور الأخوات الراهبات من مختلف الإرساليات ولجان الرعية وأعضاء الشبيبة وحشد كبير من أبناء الرعية. المجد لله في العلا وعلى الأرض السماء، نسبح نبارك نسجد لك نمجدك أيها الرب الابن الوحيد، أيها الرب الإله حامل خطايا العالم ارحمنا، حامل خطايا العالم اقبل تضرعنا. في بداية القداس ألقى الأب إياد بدر كلمة رحب فيها بقدوم المطران الشوملي لمشاركته أبناء الرعية بتجديد الوعد الكشفي لكشافة ومرشدات الرعية، كما أعلن في كلمته أسماء المرشدين الروحيين ومسؤولي الشبيبة وأعضاء مجلسهم الجديد للعام القادم، وقال: سيدنا، قبل أسبوعين تشرفنا بحضوركم بيننا من أجل تجديد الوعد الكشفي لكشافة مرشدات الرعية، وفي هذا المساء وفي عشية احتفالنا بعيد يسوع ملك الكون نتشرف مرة أخرى بترأسكم هذا القداس الاحتفالي الذي فيه سوف يتم تنصيب مجلس الشبيبة الجديد وإطلاق الشعار لعام 2020. معكم سيدنا نرفع صلاتنا من أجل شبيبة الرسل عامة ومن أجل مجلس خاصة المجلس الجديد
لكي يكونوا على مثال يسوع الملك بخدمتهم، بمسؤوليتهم، بمحبتهم، أولا مع أهلهم وفي عائلاتهم، في رعيتهم، وأينما وجدوا في مكان العمل أو الجامعة. وفي عظته قال المطران الشوملي: قبل قليل سمعتم الأسقف يقول لهؤلاء الشباب: نحن باسم الكنيسة نختاركم لخدمة إخوتكم في شبيبة الرسل وفقا لمبادئ الإنجيل، ونريد في هذا اليوم أن نركز على فعل نختاركم، لأن الفعل اختار هو من الأفعال التي تتردد وتتكرر كثيرا في العهد القديم والعهد الجديد. وشعار الشبيبة في الأردن لهذه السنة: أنا اخترتكم من بين العالم. لذلك نريد أن نتعمق في معنى كلمة اختار، علما بأن الله هو الذي اختار، أما الإنسان فهو الذي يقع عليه الاختيار. وختم المطران الشوملي عظته مهنئا مجلس شبيبة الرسل الجديد بأن وقع اختيار الله عليهم. هنا فعل اختار يعني ميز، فرز. اختار الله إبراهيم أي ميزه وفرزه من بين غيره وأحبه حبا خاصا، وقطع معه عهدا أي أقام عقدا بموجبه يبقى الله أمينا ومدافعا عن إبراهيم، ويبقى إبراهيم أمينا نحو وصايا الله. وهذا ما حدث بالتحديد، ويتكرر الفعل اختار عدة مرات في الكتاب المقدس. اختار الله موسى النبي وأعطاه رسالة خاصة، رسالة تحرير. موسى حرر شعبه من عبودية فرعون. وتكرر الفعل مع داود وصموئيل والأنبياء، أشعيا، إرميا، حزقيال، دانيال والأنبياء الصغار، وآخر هؤلاء الأنبياء كان يوحنا المعمدان. أما في العهد الجديد فنلتقي بفعل اختار عندما صلى يسوع طيلة الليل، وفي الصباح أقام اختار رسله الاثني عشر وأقامهم تلاميذ له، أو اختار تلاميذه وأقامهم رسلا. لم يختارهم الله لأنهم أفضل من غيرهم، بالعكس، الله ما يختار المتواضعين لكي يرفعهم، يختار الخطأ ليقدسهم. فنحن لا ندعي أننا أفضل من غيرنا إذا اختارنا الله لنؤدي خدمة في الكنيسة، سواء كانت هذه الخدمة في الكهنوت أو في التكريس أو عضوا فاعلا في الرعية. وتعلمون أن الرعية تتطلب خدمات كثيرة، منها خادم الهيكل، منها العازف، القارئ، مربي، معلم التربية الدينية، الكشاف، الشدياق، القارئ، المرتل، العازف كما قلنا، أو أن يختارني لأكون عضوا في مجلس شبيبة الرعية. إذا اختارني الله فلست لأني أفضل من غيري، ولكنه يريدني أن أصبح بنعمته رسولا وأفضل من غيري بنعمته تعالى فقط. وقبل نهاية القداس الاحتفالي، شكر منسق شبيبة الرسل الشديق حازم حداد باسمه وباسم المجلس الجديد سيادة المطران على ترأسه هذا الاحتفال، كما وقدم الشكر لكهنة الرعية وراهباتها على ما يقدمونه للشبيبة من دعم ومساندة لتستمر مسيرة هذه الشبيبة في تقديم الرسالة المكلفة بها، مثمنا الدور الذي قام به مجلس الشبيبة السابق. الأحد الأخير من السنة الزمن العادي هو أحد مخصص لعيد يسوع الملك، وهذا العيد مخصص للشبيبة المسيحية في الأردن،
ومشان هيك شبيبة الرسل في هذا اليوم عم تحتفل بهذا العيد. وهذا العيد بيصير فيه تشكيل مجلس الشبيبة الجديد، وكل عيد نختار شعار شبيبة الرسل. هذا الشعار حتى نعيشه في السنة الجاية اللي هي حاليا سنة 2020. فتم اختيار هاي السنة شعار إني اخترتكم من بين العالم. وسبب اختيارنا لهذا الشعار هو حتى أنه يكون كل فرد من أفراد الشبيبة وكل رسول من شبيبة الرسل يعرف دوره في المجتمع. هو مدعو من السيد المسيح حتى أنه يعيش المحبة والسلام اللي هم أصلاً مرفوضين من هذا العالم. مشان هيك رسالته رسالة قوية، بده يعيش المحبة والسلام داخل مجتمعه، في رعيته، في معالمه، في أي مكان تطأ قدمه، حتى يوصل رسالة الحب، رسالة المحبة والسلام لجميع العالم. وبالنهاية دائما نتشكر فضائية نورسات على دعمها المساند. سبقتونا قبل فترة باحتفالنا بيسوع فرحي، والآن باحتفالنا بيسوع الملك. فهي طبعا كل الشكر لإلكو ولجهودكو الجبارة، ودائما مغلبينكم معنا. وأهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. يسوع عاش ملكا دائما أبدا. اليوم احتفلنا بعيد الشبيبة، عيد يسوع الملك، وتم تجديد المجلس الجديد، تنصيب المجلس الجديد، وإطلاق الشعار الجديد تبع 2020 اللي هو إني دعوتكم من بين العالم. كان اختيار الشعار نوعا ما هو حسب الرؤية تبعت الشبيبة وشو عم نهدف نعطي للشبيبة أو الأعضاء خلال السنة الجاي. وحكينا كمان يمكن المنسق العام حازم حداد حكى إنه إني اخترتكم من بين العالم، يعني إحنا عايشين بها العالم، إحنا جزء من هالعالم، ولكن ربنا عم بيختار أشخاص معينين بها الشبيبة. وجودنا مش عبث، ربنا عم بيختارنا حتى يعطينا رسالة معينة بهدف معين لازم نعمله، وإذا إحنا ما عملناه ما رح يلاقي حدا يعمله. فإحنا محتاجين نكون قد هالمسؤولية وقد هالخدمة وقد هالرسالة لازم نعطيها. وضمن احتفالات شبيبات المملكة بعيد يسوع الملك، أقامت شبيبة كنيسة يسوع الملك في المصدار بعمان قداسا احتفاليا ترأسه الأب مروان حسان راعي الكنيسة، وبحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وكافة فئات الشبيبة وعدد كبير من المؤمنين. وخلال عظة القداس قدم الأب حسان الشكر الجزيل لمسؤولي الشبيبة على جهودهم ووقتهم الثمين، وكذلك كرر الشكر للأخوات الراهبات على خدمتهن المستمرة بالمحبة والعطاء، وطلب الأب مروان من المصلين الصلاة من أجلهم. عيد يسوع الملك بصادف اليوم هو بشكل عام عيد الشباب وعيد الشبيبة بكل العالم، بس عندنا هنا اليوم بشكل استثنائي وللرعية الوحيدة في الأردن هو عيد رعية كاملة، عيد رعية يسوع الملك في المصدار. العالم كلياته والأردن كلها بتحتفل بهذا العيد فقط بشبيبتها، بس احنا هنا بالمصدار بنحتفل بشبيبتنا، وبنحتفل أيضا بكل فعاليات هاي الرعية، لأنه فعليا هاي الرعية هي رعية شبابية، هي رعية تنبض بالحياة، رعية فعليا فتية بكل الأشخاص الموجودين فيها. رعية يسوع الملك هي أول رعية بعمان، تأسست سنة 1890 وما زالت حية حتى هاي اللحظة، وهذا كلياته بفضل يسوع الملك اللي عم بملك عليها واللي عم بعطيها كل يوم يوم بعد يوم النعم والعطايا حتى تستمر هاي الرعية بعطائها، تستمر هاي الرعية بأنها تضم جميع المؤمنين من كافة مناطق المملكة الأردنية، حتى فعليا كل يوم وكل لحظة يسوع الملك يغمرنا جميعا ببركاته وبنعمه. وانطلاقا من هاي القناة، قناة نورسات، بتوجه لكل الأردنيين، بتوجه لكل أبناء المصدار، بهنيهم بعيد يسوع الملك وبصلي لهم من كل قلبي إن شاء الله كل يوم يسوع المسيح بيكون ملك على حياتنا، ملك على قلوبنا، ملك على عائلاتنا وعلى كنائسنا. وكل عام وانتم بألف خير. وبعد القداس قدمت فرقة الكشافة مقطوعات موسيقية، كما تم تقديم الضيافة وأخذ الصور التذكارية. ويشار أن رعية يسوع الملك هي أول رعية أنشئت في عمان عام 1890، ولا زالت تمارس نشاطها الرعوي بجد واهتمام. نحن المعتزين بالخضوع للمسيح ملك العالمين، أن نحيا في ملكوته المجيد إلى الأبد،
هو الحي المالك إلى دهر الدهور. بدعوة من سفارة الفاتيكان في عمان وبمناسبة الذكرى السادسة لانتخاب البابا فرانسيس حبراً بابوياً، أقيم في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية بعمان قداس احتفالي ترأسه السفير البابوي في الأردن المطران ألبرتو أورتيغا مورتن، بحضور أساقفة وكهنة ورهبان الكنيسة الكاثوليكية وعدة شخصيات مجتمعية فاعلة في كافة الحقول الرعوية. أبوية تحدث المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن مع جموع الحاضرين عن هذه المناسبة، شاكرا الله تعالى على النعمة التي وهبها للكنيسة في شخص البابا فرانسيس. وعلى مستوى المحبة والخدمة، لفت قداسته بدون كلل أو ملل الانتباه إلى مأساة الفقراء والمهجرين، لبل أيضا إلى مأساة الأزواج الذين يعانون من أوضاع زوجية مؤلمة، باحثاً كيف يضع بلسم الرحمة على جروحاتهم. لذلك غير بعض بنود الحق القانوني لتبسيط الأصول القانونية لإعلان بطلان الزواج. وماذا نقول عن رحلاته وأسفاره المتعددة؟ مثل القديس بولس، البابا فرانسيس لا يعرف التعب. حتى الآن قام باثنتين وعشرين رحلة خارج إيطاليا ليثبت الكنائس وليشجع حوار الأديان والحركة المسكونية، وحالياً هو في زيارة لتايلاند ثم اليابان، وسيزور بعد أيام مدينتي هيروشيما وناغازاكي حيث ألقيت القنبلة الذرية الأولى، وسيلقي هناك خطاباً هاماً حول الأسلحة الذرية والنووية الفتاكة. وفي كل مكان يترك البابا فرانسيس بصمات قوية وتعليما غنيا ومبادرات هادفة تثمر محبة وسلاما. وبدوره أيضا شكر السفير البابوي ألبرتو أورتيغا مورتن المؤمنين المشاركين في القداس، كما قدم الشكر والامتنان لقداسة الحبر الأعظم الذي منحه فرصة خدمة المجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط. وسط حضور حاشد من المؤمنين، رعى سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن حفل إشهار كتاب جديد لقدس الأب إبراهيم حجازي. إلى التفاصيل. في احتفال مهيب رعاه سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا للروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، أقيم في كنيسة القديس يوحنا المعمدان للروم الكاثوليك في العقبة حفل إشهار كتاب عرفتك وأحببتك لقدس الإيكونوموس إبراهيم حجازين راعي الكنيسة. حضر حفل الإشهار قدس الإرشمندريت بسام شحاتيت وقدس القمص أنطونيو الصبحي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأردن ومعالي الدكتور رجاء المعشر وعدد من الكهنة والراهبات وجموع من أبناء محافظة العقبة. وخلال الحفل قدم قدس الأب حجازين كلمة شكر من خلالها جميع من شاركه في حفل إشهار كتابه، وتأمل قدسه بإنجيل القديس لوقا الذي كان محور كتابه. ربنا باركنا في هذا اليوم لإشهار كتاب عرفتك وأحببتك، شرح الإنجيل لوقا. نعم، أخذ مني أكثر من عشر سنوات في خدمة الرب، في خدمة هذه الكنيسة الحبيبة في مدينة العقبة للروم الكاثوليك. عشت كلمة الرب بين أبنائي، بين إخوتي في هذه الكنيسة، وأردت أن أترك هذا الإرث
لهم في هذا الكتاب لكي يبقى طالما هناك مؤمنين. الشكر لله دائما هناك مؤمنين بكلمة الرب، لكن دائما أركز على قراءة كلمة الله ومعرفتها حتى نحب الله. ربنا يسوع المسيح قال: أحبب الرب إلهك من كل ذهنك. فإذا مطلوب منا كمؤمنين أن نعرف الرب ونحبه بكل عقلنا. المعرفة اليقينية يجب أن نتحلى بها لنعرف الرب ونحبه ونعمل بوصاياه ودائما نصغي لإلهاماته. الشكر للرب اللي أعانني على هذا العمل، وأتأمنا من الله العمل القادم وهو شرح إنجيل متى وهو على الأبواب. شكر للرب لنعمته وعطاياه إني استطعت أكتب هذه الكلمة شرح إنجيل لوقا بكل محبة لكل أحبائي المؤمنين اللي بيصلهم هذا الكتاب. شكرا لمحطة نورسات اللي أتحفونا بحضورهم اليوم. أقول دائما هم أيضا طريقة أخرى للبشارة، بشارة كلمة الرب من خلال هذه المحطة الرائعة وهذه الخدمة الطيبة. شكرا لكم للحضور. شكرا لسيادة المطران جوزيف كلي الوقار، راعينا ومحب للكهنة، محب للكنيسة، محب للكلمة ولشرح الكلمة. شكرا له اللي أتحفني بكلمة رائعة جدا مليئة مثقفة لاهوتية روحانية بإصدار كتابي. فشكرا لله وشكرا من أجل هذا الأسقف الطيب القلب والروحاني جدا جدا. شكرا أكرر لكم إخوتي بمحطة نورسات. وقدمت عدة كلمات من أبناء ومسؤولي الرعية في العقبة أشادوا بدور الأب حجازين في نشاطه وغيرته ومحبته للكنيسة. نبارك للأب إبراهيم حجازين على إشهار الكتاب، اختيار إن شاء الله يكون موفق. عرفتك وأحببتك. أتوقع أنه كل من عرف أبونا إبراهيم رح يحكي أني أنا أحببتك يا أبونا إبراهيم. ألف مبروك. نهنئ الأب إبراهيم بصدور كتابه أحببتك وعرفتك، ونتمنى له دوام التقدم والنجاح. إحنا إجينا مشان نشارك أبونا إبراهيم حجازين في إشهار كتابه عرفتك وأحببتك. إن شاء الله مزيد من التقدم والنجاح لأبونا. يعطيك العافية. وألقى سيادة المطران إجبار كلمته مهنئا الأب حجازين على مؤلفه الجديد الذي يحوي في داخله العديد من التأملات المميزة التي تحدث عنها الإنجيلي لوقا البشير. اليوم احنا بحفل شهر كتاب عرفتك وأحببتك، شرح إنجيل لوقا لأبونا إبراهيم حجازين. وكان اليوم حفل الإشهار جميل جدا من خلال تقديم الكتاب ومن خلال الرعية اللي حكوا كلمتهم، وكان في ترانيم وكان إشي رائع. فشرح الكتاب المقدس وقراءته والتعمق فيه هو شيء رائع. ندعو الجميع للتعمق في كلمة ربنا وعيشها، وشكرا للجميع. وقدم قدس الأب أنطونيو الصبحي كلمة شكر فيها الأب حجازين على دعوته الكريمة وهنأه بكتابه المميز. وأشار قدسه أن محبة الأب حجازين غير متفانية، حيث أنه يفتح أبواب الكنيسة على الدوام للجالية القبطية ليقيموا صلواتهم واجتماعاتهم فيها. بنشكر ربنا أولا وأخيرا على هذه الأمسية الروحية الكنسية الممتعة الجميلة اللي تم فيها إصدار كتاب القديس لوقا اللي قام بتأليفه قدس الأب إبراهيم حجازين. في الحقيقة حضرت خصيصا من عمان اليوم لكي ما أشاركه هذه الفرحة، لأن بتربطني بأبونا إبراهيم علاقة محبة منذ سنوات طويلة. حضرت خصيصا من عمان لكي ما أشاركه في هذه الفرحة. الكتاب الجميل عن إنجيل القديس لوقا في حجمه وبساطة الأسلوب اللي انكتب به هذا الكتاب سوف يساعد
الكثيرين والكثيرين من أبناء الكنائس في الوصول إلى عمق جديد في إنجيل لوقا. في الحقيقة بركة أنه شعب المسيحي العقبة محافظة العقبة يكون متواجد، وهنا مش بس الروم الكاثوليك، من طوائف مختلفة حضرات، وطبعا هذا كله كان تحت رعاية نيافة المطران جوزيف كلي الوقار. احنا بنشكر ربنا لأن الفرحة كما ترونها على وجوه الجميع، والكل الآن يقف لكيما يحصل على نسخة من هذا الكتاب، وهذا دليل أكيد على أن من يطلب أو يجاهد أن يحصل على نسخة سوف يقوم بقراءته بعمق، وهذا كله داخل تحت الوصية التي قالها رب المجد في الكتاب المقدس: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة. نطلب المزيد والمزيد بنعمة ربنا للأب إبراهيم حجازين. الرب قادر أن يديم كهنوته، وقلت له الجملة التي قلتها له أول مرة قابلته فيها بعد رسامته كاهنا، قلت له: الذي دعاك يرعاك. شكرا لنور سات. وختم الاحتفال بتوزيع الدروع التذكارية على أبناء الرعية من قبل سيادة المطران، من ثم وقع الأب حجازين كتابه الجديد وسلمه لجميع الحاضرين. وفي كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية بعمان، وبرعاية قدس الأب خليل رحمة مؤسس جوقة سيدة لويزا ومدرسة الموسيقى في لبنان، احتفلت جوقة ينبوع المحبة في الأردن بإطلاق كتاب بعنوان كل نسمة فلتسبح الرب، حيث يحتوي الكتاب على 100 ترنيمة بيزنطية من شأنها أن تساعد العازفين والموسيقيين على استخدام ترنيمة جديدة في أعمالهم الفنية. وخلال الاحتفال الذي حضره سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن وعدد من الأباء الكهنة وجمع غفير من المؤمنين، أعلنت الجوقة القائمة على إصدار الكتاب أنها ستعمل على تسهيل وصوله إلى الكنائس العربية في كل مكان. اليوم احتفلنا بانطلاق كتاب جديد عنوانه كل نسمة فلتسبح الرب، هو كتاب جديد من تأليف كلمات وتلحين شباب أردنيين، وهذا مفخرة لنا، والمؤلفون والملحنون هم أعضاء جوقة مضى على تأسيسها 17 سنة، اسمها جوقة ينبوع المحبة، أصبحت مشهورة في الأردن، هي ترنم بالمناسبات المختلفة حتى في مناسبات وطنية ومناسبات أيضا دينية. العام رتلوا أمام جلالة الملك بمناسبة عيد الميلاد وحضور الرئيس الفلسطيني وأكثر من 500 شخصية أردنية وفلسطينية وعالمية. هذه الجوقة رتلت في الأردن ورتلت في الدول العربية، رتلت في أوروبا، وأصبحت فعلا ذات بعد عالمي ودولي. نهنئ هذه الجوقة ونطلب لها الديمومة. من الملاحظ أن هذه الجوقة تنتمي إلى كل الكنائس، فهي ترتل حسب الطقس البيزنطي أو حسب الطقس اللاتيني، وأعضاؤها ينتمون إلى كل الكنائس بدون تمييز، وهذه علامة وحدة، وهذا ما نتمناه لكنائسنا في هذا المجتمع الأردني. جوقة ينبوع المحبة بهالعمل الفريد من نوعه بالدولنا العربية يعني، وبالرعاية كان اللاتينية أو كل الرعاية اللي بترنم الترنيم العربي بالكلمات بالعربي، هذا مشروع كتير مهم، لأنه نحن بحاجة لهالكتاب يلي فيه من ترانيم، يلي فيه من كتاب المقدس الكلمات، وألحان شبابية، وألحان للخدمة القداسات والحفلات الليتورجية. من هيك هذا العمل مع جبارة، أنا عن جد بقول له يعطيك ألف عافية، لأنه من زمان عم يحكيني عن هالمشروع
وهلا اتحقق. انا بوجه له اكبر تحيه ووجه تحيه لكل شخص ساعد بهيك انشاء هيك كتب حتى تبقى، لانه ترانيم اذا بدنا نرتلها بس على السمع بتنتهي بعد فتره، اما اذا دونت وكانت حقيقه موجوده بمتناول كل الجوقات هيدا غنى وتسبيح للرب، مثل ما قايلين كل نسمة فلتسبح الرب. الكتاب اذا هو من 15 قسم لمختلف نحكي المناسبات الكنسيه. اليوم كمان تشرفنا بحضور ابونا خليل رحمه من لبنان رئيس جوقة الويزه، وهالكتاب يعني فينا نقول هو مثل ما فهمت الاول من نوع بالشرق، بيحتوي على النوت الموسيقيه بالطريقه الغربيه والكوردز، وهذا راح يسهل على القائدين الجوقات حتى يدخلوا ترانيم جديده. الكتاب هو مسيرة 20 سنة، يعني لازلت أذكر أنه أول ترنيمة قدمناها كانت مريم كنز السماء قبل 20 سنة، واليوم نشكر الله مع هالمسيرة ومع جوقة تنبؤ المحبة من 18 سنة تقريبا قدرنا. بنحب أورجيك إياه هو هذا الكتاب، إذا كل نسمة فلتسبح الرب. حاولنا بهذا الكتاب، بحب كمان تشوفوا أنه عملنا الخط كبير حتى يسهل، والنوتس حتى يسهل على العازف كمان في حال انه بده يرتل ويعزف. صراحه يعني انا كثير سعيد ومش عارف شو بدي اقول غير نشكر الله على هالمسيره الكبيره حتى نأدي هذا الكتاب، واشكر كل الاشخاص اللي تعبوا فيه، كل الاشخاص اشتغلوا من سنوات طويله، اشخاص موجودين اليوم بالاردن واشخاص غايبين. ان شاء الله هالكتاب نحاول كل جهدنا يوصل لمختلف الكنائس الناطقه باللغه العربيه، لانه هو للغتنا لكنيستنا العربيه. وشكرا لكم للنورسات لحضوركم اليوم، ونحن نصلي لكم واذكرنا بصلاتكم. شارك الأردن في المؤتمر السنوي العام للسياحة الدينية الذي أقيم في فرنسا بحضور عدد كبير من أصحاب القرار والمسؤولين عن رحلات الحج المسيحي إلى الأماكن المقدسة، حيث تم التركيز خلال المؤتمر على أهمية موقع عماد السيد المسيح في المغطس، مركزين على الأردن كونه أرض الأنبياء وأرض السلام. وفي العاصمة باريس شارك وفد سياحي أردني في أضخم معارض السياحة والسفر في أوروبا. وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات إن مشاركة الأردن جاءت من خلال 16 شركة أردنية، حيث وقعت الهيئة عدة اتفاقيات استقطاب سياحة أجنبية للمملكة. وأضاف عربيات أن الجناح الأردني لاقى إعجاباً بالمنتج السياحي الديني والتراثي والعلاجي، ويشار أن عدد السياح إلى المملكة ارتفع بنسبة 45% عن العام الماضي، ومن المتوقع استمرار ارتفاع الأعداد لهذا العام والعام القادم بنفس الوتيرة. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيما من مكتب فضائية نورسات في الأردن وبالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية، يقام يوم الجمعة المقبل ولمدة 3 أيام بازار الرحمة الخامس، وذلك في جمعية آل النبر التعاونية الكائنة في بيادر وادي السير بعمان، بمشاركة فعاليات كشفية شبابية من مختلف الرعاية. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يدعوكم مكتب فضائية نورسات للحضور والمشاركة في بازار الرحمة الخامس في قاعة جمعية آل النبر التعاونية في بيادر وادي السير، وذلك في الأوقات التالية: الافتتاح الساعة 12 ظهرا يوم الجمعة 6/12/2019، ويستمر البازار لثلاثة أيام. معروضات خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جلسات عائلية، مأكولات متنوعة، ألعاب وهدايا وفقرات مميزة لأحبتنا الأطفال، يا نصيب وجوائز قيمة يوميا على بطاقات الدخول. هذا البازار بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية. حضوركم يشرفنا، أهلا وسهلا بكم. هذا البازار برعاية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يؤكد على أهمية المحبة التي منحنا إياها يسوع المسيح. بطريرك السريان الكاثوليك أغناطيوس يختتم زيارة رسمية ورعوية للأردن. الكنائس الأردنية تحتفل بعيد يسوع الملك. بازار الرحم الخامس في جمعية آل النبر بعمان الجمعة القادمة. ختام النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.